ستار توبولوجي اللي احنا شغالين عليه. التعريف اللي حاطه الان ايش بيحكي؟ انه الكمبيوترز ار كونكتد تو سنجل هاب، تمام؟ هذا تعريف قديم. هو مش سنجل هاب، هو سنترال. ايش بنسميه انا؟ بدي اسميه سنترال نتورك ديفايس. مش تو تعلمنا ان النتورك ديفايس هو اللي بيشبك الاجهزه بعض البعض، بدنا نقول سنترال نتورك ديفايس. زمان كان الهاب كان يشبك انه بسنترال هاب، تمام؟ انه انا كل الشغلات هذه اللي عندي مشبوكه مع بعضها بحاجه موجوده هان، تمام؟ هذا بيسموه ايش؟ الهاب، تمام؟ طيب ايش النوعيه الثانيه؟ في عندي السويتش. هاي هنا سويتش وهنا هاب، بدنا نشوف الفروقات اللي بينهم. خلينا نحكي على الهاب. طيب احنا فاتت علينا في الباص الفيزيكال توبولوجي ايش؟ باص. واللوجيكال توبولوجي باص. في الرينج رينج الفيزيكال. طب واللوجيكال رينج. طب وفسر الماء بالماء، ماشي. طيب نيجي هنا للستار، الفيزيكال ستار. طيب لو بدي استخدم الهاب نيجي نشرح الهاب اول بعدين نحكي ايه ايش هو الفيزيكال واللوجيكال تبعه. الهاب يا جماعه يعتبر مالتي بورت ريبيتر. كان زمان في حاجه اسمها ريبيتر، فيها وان بورت ادخل فيه سلك من هان، بيطلع السلك من هان، بدي له طاقه زياده. يعني انتم بتسمعوا كنتوا انه سلك الايثرنت، سلك الايثرنت ايش ماله؟ بيرسل الداتا لحد بلس ماينس 100 متر، يعني من 80 ل 120 ماكسيمم، تمام؟ بعد هيك كنا نحط ايش؟ الهب. زمان كان الريبيتر. الريبيتر عباره عن ايش؟ جهاز صغير كده في ان اوت بيقول اشاره. طيب احنا قلنا الريبيتر بورت واحد، طب الهب ايش؟ الهب بنسميه ايه؟ مالتي بورت ريبيتر. والهاب دائما برسموه هيك بسهم واحد، هنحكي ليش دائما برسموه بسهم واحد. يعني الهاب مالتي بورت ريبيتر ليه؟ عشان بقوي الاشاره. وانا بقول لك لا، الهاب ما كانش دائما بقوي الاشاره. الهاب فيه نوعيتين، نوعيه بنسميها الباسيف ونوعيه الاكتيف. الباسيف هاب بينشبك على الشبكه بدون ما ينشبك في الكهرباء، بس بينشبك وخلاص. وين ما تصلوا الداتا من جهاز معين بروح بيرسلها اخينا بالله لمين؟ لكل الاجهزه، بس يسلم من هنا داتا حيبعتها لكل الاجهزه. هيك كان الهب. الهب بدون ما ينشبك في الكهرباء بيشتغل هب بس. ايش وظيفته؟ انه بياخذ داتا من بورت بوزعها على كل البورتات، بس هاي وظيفته. لكن هذا بنسميه مين؟ الباسيف. الاكتيف هذا بده ينشبك في الكهرباء، هذا اللي بيشتغل مالتي بورت ريبيتر. يعني عشان يكون مالتي بورت ريبيتر لازم ينشبك في الكهرباء، عشان يكون مالتي بورت ريبيتر لازم ينشبك في الكهرباء، تمام؟ الان لما ينشبك في الكهرباء ايش بيصير؟ بيصير يرسل الداتا لكل السلاك اللي حواليه او كل البورتات. هنا انترفيس، اما بنسميه بورت او انترفيس، اما بنسميه بورت او انترفيس. الان بنقول نحكي مثلا والله سويتش 8 بورت، سويتش 24 بورت، اما بورت او انترفيس. سيسكو بتستخدم في مناهجها بورت وانترفيس، تمام؟ مالتي بورت ريبيتر يعني انه هو بده يرسل بيانات على كل الاتجاهات وبده يديني تقويه للسيجنال. الفيزيكال توبولوجي ايش اسمها؟ هاي نسميها بي. الفيزيكال توبولوجي ايش؟ ستار. طب واللوجيكال توبولوجي؟ لا نتخيلوها. هاي هان فرق هان عن هان، وبدي اشبك هذا هان وهذا هان وهذا هان وهذا هان وهذا هان. الان هذا لما يبعث داتا حيبعثها للكل، وهذا لما يبعث داتا حيبعثها للكل، وهذا لما يبعث داتا حيبعثها للكل. ايش فرق عن الباص؟ يعني في حال ما استخدم الستار مع هب كان الفيزيكال توبولوجي تبعها ايه؟ ستار. الفيزيكال ستار. لكن اللوجيكال تاني، اللوجيكال هي طريقة تعامل او طريقة الاتصال ما بين الاجهزة، مش طريقة شبك. طريقة الشبك انا ايش شايفها؟
ستار فيش فيها مشكلة، لكن طريقة اللوجيكال هاي انه كيف بتعاملوا مع بعض بس لانه نفس فكرة البص. طيب نيجي للسويتش. السويتش يا جماعة كان في قبله حاجة اسمها بريدج، والبريدج لليوم مستخدم بعض المصطلحات باسم بريدج، وهو يعني الآن سويتش. الآن بيعني سويتش، يعني لما تشوفوا في الكتاب بكره لما ناخذ السويتشنج هتلاقي في حتى في بروتوكولات كامله مستخدمه تسمي حالها بريدج، بريدج بروتوكول داتا يونت، بريدج اي دي، كله هذا هناخده باسم بريدج. لكن اليوم معنى بريدج انقرض خلاص، البريدج يعني كاسم ثاني للسويتش، لكن زمان ما كانش هيك. البريدج هو عباره عن جهاز بورت واحد بيكون فيه مثلا بورت من هنا بربط شبكتين مختلفتين مع بعض، هذا ايش بنسميه؟ بريدج، بربط شبكتين تو لانز، يعني كونكت او مثلا بيستخدموه عشان يعمل كونكشن بتوين تو لانز. طب ليش؟ عشان نقلل الايش؟ لا يا باشمهندس الكوليجن دومين، هناخد الكوليجن دومين وحنعيده تاني عشان نقلل الكوليجن دومين. تمام، هنحكي عن ايش الكوليجن دومين اللي هو التصادم. زي تو هلقيت هذا كله عندي انا كوليجن دومين، مش هذا لما بدي يبعت حيبعت للكل والداتا حتتصادم مع الكل، هذا بنسميه كوليجن دومين. البرودكاست دومين بكل بساطه هو انا لمين ببعث البيانات كلها، لما بدي ابعت برودكاست لكل الاجهزه وين حيروح. تمام، خلينا في موضوعنا الان. هذا البريدج. السويتش بسموه ايه؟ مالتي بورت بريدج، زي ما هذا كان يسموه مالتي بورت ريبيتر، السويتش اسمه مالتي بورت بريدج. السويتش برسموه زي هيك. طب ليش هذا رسمته خط وليش هذا رسمته خطين؟ لانه الهاب كمان بيستخدم ايه؟ هاف دوبلكس. هذا يستخدم بهاف دوبلكس. ايش هاف دوبلكس وايش الفول دوبلكس هناخده في الاخر. وهذا كمان ايش فول دوبلكس، يعني واحد وان وي، تخيلوا شارع بيمشي وان وي والثاني بيمشي تو وي. السويتش يا جماعه بدي اعتبر انه هذا سويتش. الان لما جهاز واحد بده يبعث لسيرفر واحد ايش حيتم؟ هتمشي الداتا زي هيك، ليش؟ هذا حنتعرف عليه لما ناخذ السويتشنج. بكل بساطه هذا بيعتمد على الماك ادرس، حنرجع نحكي بتفاصيله هذا بس خذوه مني هيك. الماك ادرس في حاجه اسمها ماك ادرس تيبل او كام تيبل موجوده جوا السويتش. غير هيك السويتش في حاجه اسمها بفر، عشان هيك ما بيصيرش كوليجن. انا لما بدي ابعت داتا للسيرفر وجهاز اثنين بده يبعت داتا للسيرفر، بروح هذا كله بيقف في مين؟ في البفر. البفر بيبعت الداتا الاولى بعدين بيبعت الثانيه، ما بيبعتهاش مع بعض عشان يصير كوليجنها. تمام، في السويتش كل انترفيس كوليجن دومين. يعني لو حكيت هذا السويتش مثلا في 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 بورت سويتش، اكم كوليجن في الدومين فيه؟ كل بورت كوليجن دومين، يعني عندي 8 كوليجن دومين لكن 1 برودكاست دومين، وهذا حرجع اشرحه بالتفاصيل في الشابتر الثاني لما ناخذ اللان سويتشنج، حنشرحه بالتفاصيل. الكارير سينس مالتيبل اكس كوليجن ديتكشن وكوليجن افويدنس والبرودكاست واليونيكاست والشغلات هاي كلها حنرجع نشرحها، بس انا بدي تفهموا لمين؟ الستار توبولوجي. الفيزيكال ستار واللوجيكال توبولوجي ايش؟ ستار. بس وين فرقت معي؟ في الهب. ليش؟ لانه الهب بيبعت البيانات للكل زي ما كانت الاجهزه تبعت البيانات للكل في وين؟ في الباص. واضح يا جماعه هنا؟ اي حد عنده سؤال؟ في اي سؤال؟ المش توبولوجي. المش توبولوجي موجوده الان ومستخدمه في بعض التكنولوجيز والشغلات هاي. طيب ايش فكرتها المش؟ المش انه هو في رابط بوينت تو بوينت، من نقطه الى نقطه، من الجهاز هذا لا الجهاز هذا، هذا بنسميه بوينت تو بوينت، بس ما بين كل جهاز وكل الاجهزه الموجوده. تخيل الجهاز هذا رابط مع هذا ورابط مع هذا ورابط مع هذا ورابط مع هذا ورابط مع هذا، معناته رابط مع كل الاجهزه الموجوده عندي. في الرينج كان لا، في الرينج كان كل جهاز مربوط في جهازين،
يعني الجهاز هذا مربوط في جهازين، والجهاز هذا مربوط في جهازين، والجهاز هذا مربوط في جهازين، بس صح؟ لكن في المشتوبولوجي كل جهاز بيكون مربوط مع كل الأجهزة. طب زي ايش استخداماتها؟ بعض أجهزة الاتصالات والمقاسم مثلا تحتاج انه كله يكون متصل عشان redundancy بنسميها. ايش بنسميها؟ redundancy، يعني بكل بساطة هلقيت redundancy معناتها كأنها خطوط باكب. هذا اللي احنا شايفينها فول مش، في بارتشال مش. البارتشال مش ايش بتكون؟ يعني في بعض الأجهزة مشبوكة في كل الأجهزة، وفي البعض لا مشبوكة مع جهازين ثلاثة بس. طيب في عندي اخر حاجه بدنا نسميها انه نحكي عنها ايش هي، الكمبيوتر نتوركس اللي هي المودز، الترانسميشن مودز. تمام، في اول حاجه اسمها السيمبلكس، زي كتير شغلات البروسيسور مثلا بيتعامل مع الشاشه سيمبلكس، صح؟ بديها بيانات بياخذ منها بيانات؟ لا. تمام، السيمبلكس هو انه يكون جهاز معين هو اللي بيرسل، جهاز معين بيرسل، محدش غيره بيرسل، هي باتجاه واحد وهو اللي بيرسل بس. طالما بقول انا هو اللي بيرسل بس يعني اتجاه واحد، انا حرسل في اتجاه مش حرسل لحالي. تمام، جهاز واحد هو اللي بيرسل. كمثال عليه جهاز البيجر، هو كان اسمه انا مش فاكر بصراحه، البيجر. او تخيل مثلا السي بي يو لما يدي لكارت الشاشه، او لو يدي للشاشه، او كارت الشاشه لما تدي للشاشه بيانات تديها بس ما بتاخدش منها، هذا سيمبلكس. شغله ثانيه الهاف دوبلكس، الهاف دوبلكس ايش بيسوي؟ بيرسل وبيستقبل. أيوة، بس حيرسل ويستناه يستلم، يستقبل ويرسل تاني، هذا تمام مش في نفس الوقت. يعني تخيلوا انه شارع وبدي بس عقد سيارة واحدة، بدي استنى السيارة تطلع عشان انا افوت. الفول دوبلكس انه ببعت وبستقبل في نفس الوقت. وفي حاجة كمان زمان يا جماعة كان على اساس انه الجهاز لما يبعت لجهاز، برضو حنحكي عنها في الشابتر السويتشنج، كان لما الجهاز بدي اربطه بجهاز ثاني، اربطه يا عيني عليك يا باشمهندس، اربطه بكيبل ايش اسمه؟ كروس كيبل. بقلب بعض البنات فيه، حنشوف الشغلات هاي حناخدها بالتفصيل. تمام، لما بدي اربط سويتش، طبعا السويتش برسمه هيك عشانه فول دوبلكس، الهب نرسمه خط واحد عشانه هاف دوبلكس. لما سويتش بده يربط مع سويتش يا جماعة بدي استخدم كروس. لما راوتر هيك بنرسمه، لما راوتر بدي اربطه براوتر بدي استخدم كروس كيبل. وكنا زمان الكروس كيبل نروح نحط عليه ليبل ونعلمه هذا كروس كيبل، يا عيني نتخربط مرة ونشبك الكروس كيبل وتقى في الشبكة وشوف ما هو الليبل وقع. طب الآن أنا لو شبكت سويتش مع سويتش ونسيت أحط كروس كيبل، إيش حيتم؟ مش حتشبك، هيضل هذول طافي. هذا كلام وقت ايش؟ زمان، ايامنا قبل ما بدينا نتعلم، لحد ما طلعت تكنولوجي بدت في سيسكو اعتقد، المهم انها طلعت تكنولوجي اسمها اوتو ميديكس. ايش هاي بتعمل؟ هاي تحكي لك انت ما تقلقش. طب هو هاي ايش يعني الكروس؟ ليش الامش انا عندي هنا فول دوبلكس؟ يعني هذا بده يكون ترانسميتر، وهذا حيكون ايش؟ او اثنين هنا هذا ترانسميتر، احنا بنستخدم اربعة، واثنين هنا ايش؟ ريسيفر. في الطرف الثاني هذول الاثنين اللي فوق ايش حيكونوا؟ ريسيف، والاثنين اللي تحت اللي انا باعت هذا ترانسميت. عندي هنا ترانسميت لكن في الطرف الثاني هو بالنسبه له ريسيفر. يعني انا بحكي انت بتسمعي، انا بحكي انت ايش بتسمعي، لما انت تحكي انا بدي اسمع، تختلف حسب الاتجاه. وهذا هنا ترانسميت وهنا ايش؟ ريسيف. فالان لما انا بدي اشبك جهازين زي بعض، لما نحكي مثلا احنا بنستخدم في سلك الشبكه البورتات 1 و2 و3 و6، لما 1 و2 ترانسميت و1 و2، خلينا نرتب الامور شويه. لما هنا يا جماعة واحد واثنين وثلاثة وستة، وخلينا هنا واحد واثنين وثلاثة وستة، ناخد الأسود.
لما هذا يكون ترانسميت بالجهتين وهذا يرسل على الجهتين وهذا يستنى استقبال وهذا يستنى استقبال، الآن هذا فيش عليه داتا صح؟ هذول الاثنين في كوليجن، لأنه هذا بيرسل بهذا الاتجاه وهذا بيرسل بهذا الاتجاه، صار عنده كوليجن. فعشان هيك بقول لك لازم تستخدم الكروس. الكروس ايش بقول لك؟ واحد بوصل لمين؟ واحد بوصل لثلاثة، واثنين بدها توصل لستة، وواحد بده يوصل لثلاثة، واثنين بدها توصل لستة. عشان هيك لازم يكون كروس كيبل، عشان الريسيفر والترانسميتر ما يصيرش كوليجن مع بعض. طب ايش صار الان في الاوتوميدكس؟ هاي وين موجود الاوتوميدكس اللي انت بتحكي عنها؟ هذه موجوده في الانترفيسز، اذا كانت الان اي سي نتورك انترفيس كارد، او اذا كانت في الانترفيس تبع السويتش او تبع الراوتر. طب ايش الاوتوميدكس بتعمل؟ بقول لك والله هو عنده سنسور ديتكشن، عنده ديتكشن. اذا والله انا استقبلت من الاخ اللي قبالي ترانسميت على الخطين الاولينيين، انا بعمل غيرهم باقلب. هو نفسه صار بدل ما هو واحد واثنين عنده ترانسميت، بعملهم ثلاثة وستة لحاله. تمام؟ اذا والله اجاني عادي، يعني هو لو شبك سويتش مع سويتش، طب ما هذا السويتش بده يبعث واحد واثنين، فانا حستقبل منه على واحد واثنين، فهذا السنسور بده يطلع والله انا استقبلت بواحد واثنين، مش مشكلة بخليهم انا ريسيف وبعمل التانيين ترانسميت. هذه فكرة الاوتوميدكس، اوتوميدكس. تمام؟ هذه فكرة الاوتوميدكس، وحلت مشكلة المسماء اللي عفوا الحكاية الجهازين اللي زي بعض. مفهوم يا جماعة؟ في اي استفسار على هيك؟ طيب نروح لمين؟ للكونكلوجين. هيك بنكون خلصنا الموضوع هذا. طيب ايش حكينا احنا في البداية؟ تعريف الشبكة. ايش تعريف الشبكة؟ هي مجموعة من الاجهزة متصلة مع بعضها البعض عشان نحصل على سيرفيس معين. تمام؟ طيب ايش حكينا غير هيك؟ مكونات الشبكة، الاند ديفايس زي الكمبيوتر واللابتوب والموبايل والشغلات هاي، النتورك ديفايس زي سلمديك زي السويتش والهب والويل والايه الكونكشن. ايش كمان حكينا؟ ايش انواع الشبكات؟ اللان والمان اللي هي ايش يعني، في بان وسان. احنا المهم هذول اللي بهمونا اللي احنا حنشتغل عليهم، البان والسان مش من شغلنا احنا، عشان هيك بس ما حطيناهمش. تمام. ايش كمان حكينا؟ التوبولوجي، حكينا بص وستار والمش. تمام. طيب حكينا ايش كمان؟ السيمبلكس، انه بس جهاز واحد في الشبكه بيرسل والباقي كله بيستقبل. الهاف دوبلكس، انه مره بيرسل والتاني بيستنى عشان يسمع وبيستقبل زي المخشير، وانتم على طول تذكروه. الفول دوبلكس، انه بيرسل وبيستقبل بنفس الوقت. حكينا اني ارسل واستقبل بنفس الوقت، هيكون عندي انا اربع اسلاك، عشان بنستخدم سلك الشبكه اربع اسلاك، اثنين بيرسلوا واثنين بيستقبلوا، والمقابل لهم بيكون اثنين بيستقبلوا واثنين بيرسلوا. كان زمان لازم استخدم الايه؟ الكروس كيبل بين الجهازين المتشابهين، كروس كيبل بين الجهازين المتشابهين، لحد ما طلع عندي حاجه اسمها تكنولوجي الاوتوميدكس، صار لحاله يعمل ديتكت ويقلب جوا من الانترفيس، يقلب الارسال والهي تبعته.